يبقى معنا من الخرطوم عبر سكايب مراسل غد محي الدين جبريل. محي الدين، إذن ما هي أبرز النتائج التي خرجت نتيجة لقاء رئيس الوزراء الأثيوبي بالرئيس عمر البشير، وما هي الرسائل التي يمكن التقاطها أيضا من هذه الزيارة؟ دعيني أبدأ لك من حيث انتهيت من السؤال. الرسائل التي يمكن التقاطها، لعل هذه الزيارة تريد أن تؤكد بها أديس أبابا أن علاقاتها مع الخرطوم لم تتغير نتيجة للتغيرات السياسية التي طرأت على المشهد السياسي في إثيوبيا في أبريل الماضي، والتي دفعت برئيس الوزراء الشاب أبي أحمد إلى كبدة الحكم في إثيوبيا، وهو أرفع منصب سياسي في البلاد. أيضا هذه الزيارة إذا ما نظرنا لمكونات الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإثيوبي، وهم وزير الري ووزير الدفاع، وإضافة إلى وزير الخارجية وحكام الأقاليم المجاورة للسودان. هذه الزيارة ربما تعطي أيضا إشارة إلى استمرار التنسيق بين البلدين في عدد من الملفات، سواء كان في ملف مياه النيل أو ملف المشاكل الحدودية. ومعلوم أن هنالك اتهامات من الخرطوم لأديس أبابا بأنها تسيطر على أراضي شاسعة خصبة زراعية في شرق السودان في منطقة الفشقة، ولعل الخرطوم استبقت هذه الزيارة بتصريحات ربما تهدي الموقف نسبيا فيما يلي الاختلافات الحدودية. وبالتالي محي الدين، يعني هل ننتظر بعض الخطوات أو تحريك المياه الراكدة في ملف سد النهضة وإزالة العقبات بين البلدين؟ أم أنها زيارة بروتوكولية؟ هي الزيارة بحد ذاتها بروتوكولية، لكنها مثقلة بالملفات السياسية الكبيرة جدا، وملف سد النهضة ربما يكون على رأس هذه الملفات، بدليل أن الرئيسين تطرقان لهذا الملف في أكثر من نقطة في حديثهما أمام المباحثات المشتركة. عموما نحن الآن ننتظر بعد ساعتين من الآن تقريبا تصريحات صحفية للرئيسين السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي، حيث تم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا أن يجيب فيه على أسئلة الصحفيين، وتم استبداله بتصريحات صحفية سيبليا بها في القصر الرئاسي الثانية بتوقيت القاهرة تقريبا. ربما هذه التصريحات تكشف بعض الأشياء على الرغم من إلغاء المؤتمر الصحفي. أشكرك جزيلا مراسلنا محي الدين جبريل، كنت معنا من الخرطوم.